لاعبين برازيليين من مستوى عالي كتير، فريق الأولمبيك، والكل الأنظار كانت متجهة ليشوفوا من هو هالفريق، من هو فريق الأولمبيك اللي عم يستعد بقوة لبطولة ماستر بكرة القدم. بداية المباراة مع فريق الأولمبيك، مباراة اللي كانت عم تصير على ملعب بيروت البلدي، وتسديدة من عماد الميري، ونجم اللقاء الأول كان توني الظاهر اللي عم بيصد هالكرة للكورنر وعم بيبعد أول فرصة. من بعدها بدأ 17 كمان تسديدة من محمد قصاص لاعب الحكم السابق، توني الظاهر من دون اي مشكله بيلتقط هالكره. بداية 23 اول فرصه خطره لفريق الحكمه عن طريق يوسف الجوهري، بعد كره راسيه وتمريره كانت من تومي بحولها الصقر مثل الصقر للكورنر، وبيبعد فرصه هدف لفريق الحكمه. بالدقيقه 32 نبيل بعلبكي بيتقدم وبيسدد كره بيلتقطها توني الظاهر من مسافه كثير قريبه. بالدقيقة 34 كمان تسديدة هالمرة كانت من يوسف بركات لاعب السلام صغرتا السابق ولاعب الحكم الجديد، بصد الصقر للكورنر. وبالدقيقة الثانية من الوقت محتسب بدل ضائع تسديدة كانت من مارسيليو سيلفا مثل ما رح تشوفوا مسافة كتير قريبة، بخلصها توني الظاهر ببراعة وبخلص مرمى الحكمة، والشوط الأول يلي بينتهي بالتعادل 0-0. بالشوط الثاني فرصة لفريق الأولمبي كتير مهمة عن طريق سيلفيو اللي بينفرد وبيلعب الكرة لوب، بس كتير قوي هاللوب بعيد عن المرمى. وشوفوا نقطة التحول دقيقة 50 بعد خطأ فادح من جدير هون اللي كان بيقدر يبعد الكرة، جدير بيخسر الكرة ما كان في فاول أبدا. بيتقدم عباس عطوي وبمرر لسيلفيو، سيلفيو يلي بيسجل الهدف الأول بالمباراة 1-0. الأولمبيك بيتقدم 1-0 على فريق الحكمة مع فرحة كتير كبيرة لفريق الأولمبيك. فرصة جديدة كمان كانت لفريق الأولمبيك عن طريق إديلسون اللي بيسدد كرة بيلتقطها توني الظاهر. شوفوا تومي هون شو بيعمل، تومي بيعمل كل شيء، بيتخطى كل اللاعبين، بيتخطى بيير عيسى، بينفرد وبيسدد فوق المرمى كرة كتير قوية. تومي كان معود يحط كرات. شوفوا هون شو بيعمل مارسيلو ساندر، لاعب البرازيلي رح يسجل هدف رائع من ركلة حرة، كرة رح تصطدم بالقائم وتدخل المرمى ما بيقدر يعملها شيء ابدا الصار. وهدفين برازيليين كان عن طريق سيلفيو او عن طريق مارسيلو ساندر. النتيجة بتصير 1-1. من بعدها فرصة خطرة كانت ليوسف الجوهري، شوفوا الكرة يوسف الجوهري اللي بيتابع الكرة عالية فوق المرمى، والنتيجة رح تبقى 1-1. فرصة لسيلفيو لاعب الأولمبيك، كرة رأسية خارج المرمى. كمان فرص الأولمبيك كانت عم تزيد مثله مثل الحكمة، تزيد من إديلسون بالشباك الخارجي لمرمى فريق الحكمة. كمان رح يكون في تزيدة خطرة لعباس عطوي فوق العارضة، عباس اللي بتميز بتزيدات قوية، كرة رح تصدمه بدي فيها وتغير اتجاهها. ركلة حرة بسددها سيلفيو، كمان توني الظاهر عم بيبعدها للكورنر، كان عم بخلص فريقه من هدف محقق. واخر فرصه بالمباراه رح تكون تسديده من إديلسون بيبعدها توني الظاهر بالبوكس، والنتيجه 1-1 وكل فريق بياخذ نقطه، كان الحكمه او كان الاولمبيك. فاذا المباراه جرت على ملعب بيروت البلدي، كان عم بودها الحكم الدولي اللبناني محمد منصور. الاهداف سيلفيو للاولمبيك بدايه 50 ومارسيليو ساندر بدايه 60 للحكمه. الانذارات 3-3، مارسيليو سيلفا، بيير عيسى وفيصل عنتر للاولمبيك. من ناحيه الحكمه تومي، سؤاد زهران ويوسف الجوهري. هذا بالنسبه لمباراه الاولمبيك.